عليكم البنات الحاضقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم وجبه عشاء كتجي بنينه بزاف وسهله التحضير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. فاذا كنتي اول مره اختي غادي تزوري قناتي فكنقول لك مرحبا بك، وما تنسيش تفعلي الجرس الصغير باش توصلي بجديد الوصفات. نمشيو نشوفوا طريقه تحضير هذه الوصفه وفرجه ممتعه. اول حاجه خديتها البنات البطاطا، غادي تبقى نتوما على حسب حجم الصينيه اللي غادي تحتاجوا عدد افراد الاسره. انا خديت 4 ديال الحبات نتاع البطاطا، قشرتهم وقطعتهم مربعات صغيره وسلقتهم في الماء والملح. غادي نضيف عليهم كاس نتاع كريمه ديال الطبخ ما يعادل 200 مللتر. الا ما كانتش عندكم هذه الكريمه تقدروا ديروا كاس ديال الحليب 200 مللتر، ما كان حتى شي مشكل. زدت عليهم حكيت واحد الفص نتاع الثوم صغير، حكيته في الحكاكه الرقيقه، وزدت معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. ماذا بكم تكون البطاطا عاد سخونه باش ديك الزبده تذوب معاها. غادي نخلط كلشي هاد البطاطا ونحيدوها على جانب. هنا كذلك خديت الكفته نتاع لاداند، كفته ديال الديك الرومي. ممكن تعوضوها بكفته نتاع اللحم، بلاداند مرصويات، بصدر ديال الدجاج مقطع اللي كان عندكم. انا خديت 300 غرام، غادي نقوموه يعني نتبلوه، غادي ندير له شويه ديال الملح اللي كتبقى دائما عندكم ميزانكم، غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الخرقوم او الكركم. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره نتاع لاشابلوغ يعني الخبز يابس ومطحون. ماذا بكم الا كان متوفر ديروا معلقه كبيره لحقاش كيخلي الكفته تكون طريه. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط كلشي هاد المكونات ونتبلو مزيان مزيان ديك الكفته ديالنا. ملي نتبلوها مزيان غادي نشدوها وغادي نشكلوها كويرات. كويرات كتبقى على حسب الحجم، يعني بغيتو تصغروا على اللي درت انا ولا بغيتو تكبروا اللي بغيتو. غادي نبدي نشكلهم كويرات حجم متوسط. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه حبيباتي حتى نشكل هذه الكميه اللي عندي كاع كويرات وصافي باش نفوتو نطيبوهم. يعني واحد الوجبه سهله البنات وفريمون كتجي بنينه. صافي حبيباتي كما شفتوا كملت الكويرات اللي عندي او الكميه اللي عندي. غادي نشد شديت مقلاه على النار، قطعت فيها واحد البصله مع واحد الفص نتاع الثوم وراني كنقليهم غير فواحد المعلقه ديال الزيت. ملي كتنزل ديك البصله وكتذبل كنضيف عليها هذيك الكفته اللي درنا كامله، كنزيدها على ديك البصله والثوم، كندير واحد شويه نتاع الماء باش ما تحرقناش ديك البصله غير شويه، ونبقى نقلي في هذيك الكفته حتى كتبدي يعني كيدخلها الطياب كيبدي يتغير اللون ديالها. كنقليو فيها، ملي كنشوفوها دخلها الطياب كنزيدو عليها حبه كبيره ديال الطماطم مبشوره يعني محكوكه، كنوزعوها، نزيد عليها ملعقه صغيره نتاع طماطم المصبره، ونديرو واحد ربع كاس ديال الماء باش يطلق لنا هذيك لاصوص. غادي نزيد لديك لاصوص شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود، نديروهم في لاصوص، اما الكفته رحنا متبلينها. صافي كنخلط كلشي ونخليهم يطيبوا غير واحد 4 دقائق هكا بما ديك لاصوص طابت معنا وعقادت، ونطفيو عليها ونمشيو نصاوبوا الطبق ديالنا. هنا خديت صينيه اللي غادي ندخلها للفرن، صينيه عاديه، وغادي نوزع فيها هذيك البطاطا. هنايا تقدروا البنات ديروا طبقه نتاع البطاطا كامله وتزيدوا عليها طبقه ديال الكفته، يعني نتوما اختياري. انا لا، انا ما درتش حاجه فوق حاجه، درت البطاطا كما شفتوا على الجانبين ودرت ديك الكفته بها بالصلصه من واحد الجانبين اخرين. هكا كتجيني واحد الصينيه المنظر ديالها زويون، في نفس الوقت كتاخدي من الكفته وكتاخدي من البطاطا وكتحطي في الطبيسيات. المهم انا اخر خطوه درتها ملي وزعتهم في الصينيه رشيت عليهم شويه نتاع الفرماج محكوك ودخلتها للفران. ماكسيمو غير دوبلكم هذاك الفرماج البنات صافي ويتجانسوا المذاقات، ونطفيو عليها ما كتاخذش وقت طويل في الفرن كما قلت لكم ماكسيمو واحد 5 دقائق. صافي حبيباتي خرجتها من الفران غلات واحد 5 دقائق وداك الفرماج داب، وهذه هي الصينيه ديالنا سهله وبسيطه ولذيذه اكيد البنينه.
نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هذه الفكره حبيبتي وتجربوها. احنايا في العائله الصغيره ديالي كناكلوها في الصينيه، يعني في الصينيه، ولكن الا بغيتي تحطوها في اطباق كتاخذوا من البطاطا وكتاخذوا من الكفته وكتقدموها. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم واقتراح اليوم حبيباتي وتجربوه. الا عجبكم خليوا لي واحد لايك وواحد تعليق زوين، كذلك ما تنساوش تبارطاجيو مع الفيديو مع اللي عزيز عليكم، وكذلك ما تنساوش تنضموا للصفحه ديالي على الانستغرام. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فيديو ديالنا سلا، خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، ودائما مع شهيوات صفا. الى اللقاء.